الفنانة سارة مرموق لفرقة الصداقة المغربية الهندية. مرحبا بك، مرحبا بكم كاملين في الاستوديو أصلا. شكرا لك. نعم، مرحبا بكم مجددا كصحفي بجريدة أصوات. أولا مرحبا بكم في مدينة طاطا اللي هي تقريبا عاصمة الصحراء. السؤال الأول ديالنا هو في مؤخرا في شهر 5 أنه كانت واحد العقلة تشاركية ما بين السينما الهندية تحت السفير والسينما المغربية. فهذا الإطار كان تناول ما بين عبد الإله بن كيلان والسفير اللي هو مبعوث لدى المملكة المغربية بمدينة الهند. هذه العقدة التشاركية يعني بتحصيل أن تبديل الثقافة الهندية مع مزج الثقافة المغربية. كيف ترون ذلك أستاذ المحترم؟ اولا السلام عليكم ونمشكار بالهندية وسلام وادب لغتنا ولغتهم حتى همايا. باش يعني نعطيك واحد المعلومات اضافيه، كان بالنسبه لمستر ساجد يعني السيد وزير الصناعه والسياحه، كان هو يعني صاحب فكره مؤخرا انه يكون يعني المغرب بلد انفتاحي على الهند سياحيا وصناعيا على مستوى التراث للهندي ولا المغربي. وكان لنا الشرف انه رشحنا باش هو سفيرة الهند، لان حاليا كاينه سفيره وهي اللي واقفه بجنبنا وتتشجعنا باش اننا نتبناو الثقافه الهنديه داخل المغرب ونحتضنوا الجاليه الهنديه اللي كاين داخل المغرب، نقدموا لهم عروض، يحسوا براسهم بان المغرب بلدهم ثاني كيف ما الاوروبيين الصينيين. كذلك حنا تكلفنا باش اننا نكونوا واحد العمله يعني للهند داخل المغرب وعمله للمغرب داخل المغرب داخل الهند والعكس صحيح. مشينا كان رشحنا باش اننا نمثلوا المغرب كبلد كيعشق السينما الهنديه والثقافه الهنديه في الهند. وكانت المفاجاه يعني كبيره ان الهنود ما صدقوش اننا مغاربه، والغريب في الامر ان الهند كبلد ما كتعرفش المغرب فين كاين. وكان عندنا حنا واحد التاثير يعني عرفوا شكون مالكنا، شكون المغرب، واش في اسبانيا ولا في افريقيا. ويعني كان صدى طيب، تبادلنا مجموعه من التجارب يعني في المجال ديال الرقص، المجال الغناء مع اوديت، و يعني ماشي حنا غير مغاربه معنا، تاع أم المنصورية هي أصول جزائرية ومزوجة مغربي ووليداتها مغاربة، وهي أول مرأة رقصات الرقص الكلاسيكي الكاتاك داخل المغرب، وهذا الشيء كنقولوا في الستينات. وكان الزوج ديالها هو العازف في الفرقة الوطنية، وكانت كتمشي يعني جوالات، ودائما الطابع الهندي كان كيدخل. هما ماشي بحال دابا عندنا داك الشيء يعني بالسيدي، كانت الموسيقى لايف وكتلبس الزي وهذا. ولحد الان حنا يعني هي كرمز حنا محتفظين عليه، وحنا كمغاربه وجزائريين يعني كان يعني كاين هذا الترابط بيننا ديال الاخوه ديال التعامل الفني. وجمعتنا هي جزائريه وحنا مغاربه، وجمعنا الهند كحب كثقافه اللي حنا كنحاولوا اننا نعطيو على واحد الصوره جميله جدا في المغرب. والمتتبعين واللي كيعشقوا الفن الهندي يعني كنقولوا معي عوض ما تشوفوا شاروخان وكاجول وغيرهم، حنا كنحاولوا اننا نخرجوا من السينما ونجيو عندهم لايف. نعم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. هذا حنا كنا وقتاش يعني تاسيس هذه الجمعيه هذه، وما هي الاجنده المستقبليه؟ السلام عليكم. اولا احمد ملقب باوديت، عضو في جمعيه الصداقه المغربيه الهنديه. بالنسبه للجمعيه تاسست في 2008، مع ان الفكره كانت يعني 21 عام قبل او 25 عام قبل، ولكن ما تكسب انها تاسست الا في 2008. يعني لحد الان 10 سنوات على التاسيس. عملنا واحد مجموعه ديال الحفلات بالتنسيق مع السفاره الهنديه. الحمد لله العلاقه كبرات الان مع السفاره، وكبرات بزاف كاع كيف ما قالت الاخت ساره. الحمد لله العلاقه ديالنا الان مع السفيره اللي كاينه الان متواجده السيده كيا، ما باخلاش على الجمعيه نهائيا. يعني بالفضل ديالها هي مشينا للهند وشاركنا في معرض فيستيفال مهرجان النسخه 32 ديال المهرجان ديال الدولي للصناعه التقليديه. الحمد لله حققنا واحد الحلم، يعني انك تمشي للهند كان واحد الحلم عندنا.
وتحقق هذا الحلم هذا. يعني انا شخصيا فاش غنيت امام الجمهور الهندي كانني كنشوف شي حلم قدامي كيدوز قدام العين ديالي. فبالنسبه للاجنده المستقبليه الحمد لله الجمعيه دابا الان في اطار العلاقه ديالها مع السفاره كتحاول تقرب الثقافه المغربيه للهنود وتنقربوا الثقافه المغربيه الهنديه للمغاربه. وبالتالي احنا بصدد اننا كنوجدوا واحد مهرجان ان شاء الله بحول الله مع قوتي بحضور نجم سينمائي هندي الى كتب الله. وان شاء الله بغينا نديروا واحد احتفال بعيد العرش الى كتب الله عيد العرش نحتفلوا به مع الجاليه المغربيه اللي كاينه في الهند بتنسيق مع السفير المغربي المتواجد هناك. ويعني بزاف اجنده مليئه جدا. أنا لاحظتم على أن الواحة بمدينة طاطا تشبه جزئيا الواحة ديال تماما. تخيل حنا فاش عرفتي هي الواحة شبيهة بجوجرات جوجرات وراجستان راجستان واحد المنطقة صحراوية في الهند. على طول السنة هي يعني حارة جدا ولكن ملي كتكون فيها الأمطار غزيرة الجو ديالي يعني تيكون قريب من الجو هنا. حنا ملي دخلنا فكرنا اننا نصوروا فيديوهات نديروا شي حاجه هنا اللي ما بين هند وتخلقتنا فكره اننا نديروا اهاجيز يعني ما بين شي حاجه اللي هي امازيغيه او لا صحراويه مع موسيقى هنديه وتكون يعني نقدموها يعني في قنوات مغربيه ولا ان شاء الله احنا غادي دابا للهند عندنا واحد الفيستيفال تما طلبوا منا باننا نديروا شي حاجه تراثيه مع اغنيه هنديه وهذا الشيء يعني هذا زاد وطد لنا ديك الفكره. نعم. ويلا تناقشنا انا وديت ومن منصورية وان شاء الله تكون شي حاجه من طاطا تكون هي تكون هي هي المثال. والسفيره يعني لحات على هذا قال لك ان شاء الله اذا قسم الله ومشينا لواحد المهرجان ان شاء الله غادي يكون في شهر فبراير القادم اللي كتب الله وشينا له في يعني تقريبا في منطقه جوجرات. يعني لحات ورغبات ان سيروا ديروا شي حاجه مغربيه تما. وحنا ما كرهناش انه يعني الا كان عندكم الا كان في المنطقه مهرجان ديال السينما تكون ضيفه شرف السينما الهنديه مع العلم ان الجماهير كتحمق على السينما الهنديه. وحنا بالتنسيق معنا نستضيفوا السفيره ديال الهند باش تجي تكتشف طاطا وهي سفيره الهند كتموت على المغرب. بزاف من الاستوديو هذا المغربي عرفت حنا اييه نعم نمر مباشره الى الجزائر الشقيقه. كان يدل على حب على الناس الجزائريين والناس الاخوان ديالنا الاشقاء وانت كتعيشي معنا وسط المغرب كانها اخوه والحمد لله صاحب الجلاله اعطى التعليمات ديالو الساميه من اجل فتح الحدود حتى تتوضد العلاقه اكثر فاكثر ولا يكون هناك مشكل مستقبلي. الاستاذه مرحبا بك عندنا في مدينه طاطا واخا اننا ضيوف عندها عندنا واحد الكلمه في خصوص هذا الاخر وانت اول انسانه كتقص هذا الرقص هذا رغم انك ممثله تيم يقول الانسان انك من الاقدم ولكن ما خفي كان اعظم بغيناك تكشفي لنا على هذا. انا في لوريجين تاعي انا راني شويه عيانه انا في لوريجين تاعي جو سوي ماتيريان وي اي دون بير الجيريان دون مير ماروكان اي جي فيكو ان الجيري بلوس كو جي فيكو ان ماروك مي ان بلوس جي فيكو ان ماروك بلوس كو جي فيكو ان الجيري باسكو جو سوي فوني ايسي ان ماروك ان 1965 c'est-à-dire que il y a 56 ans que je suis ici au Maroc. J'ai des enfants. Vous êtes marocaine, là-bas? Ça y est, je suis marocaine. Ah, vous êtes d'origine marocaine. Je suis une marocaine et j'aime le Maroc et j'aime le roi Mohamed VI. Nasrallah. Et je suis très fière de vous rencontrer et je suis très fière d'être un membre de l'association. Oui. Parce que j'aime beaucoup l'Inde. Et j'aime beaucoup les chansons hindoues, voilà. Parce que moi aussi je chante, oui. Mais je suis un peu fatiguée. Si je n'étais pas fatiguée, je peux vous chanter quelque chose. Possible. Mais maintenant, je m'excuse. Pour la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous devez chanter. Oustad al-Muhtaraban, un kalam qui est très bien. Je vous remercie de vous parler. اكثر فاكثر وخصوصا انت من احببتي البلد المغرب واصبحتي دوليجين مغربيه.
أريت أن في سنك هذا وفي تجربتك الهندية إعداد واحد ما تسمى بأماكن للتدريب على الرقص الهندي. وي عندنا هنا فوالا سي تيل سي تيل كي لونترينور دو لا دونس. أنا مصممة الرقاصة شو المدربة، لكن دائما الرمز ديالي هي مدر منصورية، لأنه كان عندها احنا كنشوفوا تصورها وهي كانت أوتيل حياة ريجينسي، أوتيل مرحبا أوتيل منصور، يعني لاكو ديفوار بريزيل، وكان لها شرف أول مرأة كتصور مع الفرق الهندية اللي كيجيو ديال الكاتاك، لأن ديك الساعة صعيب باش فرقة ديال الهند ديال المغرب تأدي عرض، وكانت من الأوائل يعني اللي كتكون معاهم بالزي، يعني ماشي بحال حنا دابا ممكن نشريو لي زاكسسوار، ممكن أي حاجة ناخدوها في الوقت ديالهم كان صعيب، خاصك تمشي تنقل حتى للهند باش تاخد الباس ديالهم. كانت هي كتصوب الساري وكتصوب داك الشيء راسها، ويعني وبحال الشده ديال الشعر، يعني دائما هذاك الايماج يعني بشكل محترم، يعني ماشي اللي خارج على الاطار. واكثر حاجه تنعشقوا انا باسكو جيتي ماري الزوج ديالها كان ماري سيتان شونتور ماري سيتان شونتور سيتان فلوتيست يجو لا فلوت اي ميم بوكو C'est pour ça qu'il m'a laissé ce que je veux. Parce qu'il ressemble à des hindous. جميل هذا الرجل. رسالة أخرى، سننتقل من المغرب إلى سلطنة عمان. الجالس أمامنا أنه يمثل سلطنة عمان 100%. ألا تروا أن القامة والبيزونومي تشبه المنطقة ديال الشرقية؟ أكيد أكيد، بحكم أن الثقافة يعني الثقافة الآسيوية تشبه قليلا الثقافة المغربية شيئا ما. وبغيت نرجع للقضية ديال يعني كما حد تكوين الرقص او غناء هذا، فاحنا بصدد درس مشروع بالتنسيق اكيد مع السفاره ومع هذا، ان غادي يدار واحد مركز لتعليم الرقص الهندي تحت اشراف ساره، وغادي تجي حتى استاذ الرقص غادي يقدر يجي من الهند او استاذ طموح اكبر. ونتمنى انا طموح تدخل الجامعه زين، هذاك يكون طبعا ديال الهند. الهند باش معروفه بالسينما. نعم انا يعني وعاوتاني في هذاك يعني في اطار المركز نيت كنحاولوا بغينا ندخلوا حتى الدومين ديال السينما. علاش؟ لان الهند السينما الهنديه راه معروفه جدا عالميا وليس نعم نعم هي الاولى الاوائل. فبغينا المغرب يستافد من ديك الدوله من التجربه السينمائيه ديال الهند. علاش لا؟ وكنناقشوا مساله انشاء معهد باش نقريو السينما الشباب، يعني كل ما يخص الشوتين مثلا لو شون لا دونس تو سكي كونسيرن. قبل الوداع نريد منكم امام الشاشه ديال الكاميرا ان كلكم كتذكروا ديك الاغنيه ديال دوستي. اوه This is your work. My job. Yeah. This is my job. Yeah, my dost. Chahunga main tujhe saanjh savere phir bhi kabhi ab naam ko tere आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूं واش ديك الاستاذ تتا غادي مع يعني تتا واقيلا دوزتي
تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.